السلام عليكم. الخطوة الأولى في استعادة جميع الصور والفيديوهات اللي اتحذفت من عندك من على الموبايل، سواء مسحتهم غصب عنك أو بعد السوفت وير. ابدأ طبق معايا كده الخطوات دي. أول حاجة، ممكن يكون موبايلك عمل نسخة احتياطية من جميع الصور دي، وعشان تقدر ترجع النسخة الاحتياطية أو تتأكد منها بتروح رقم واحد كده على جوجل درايف، بيبدأ يفتح معاك بالشكل ده. هتلاقي هنا ملفاتي، بتبدأ تدخل على ملفاتي، بتقابلك هنا شوية صور، ودي الصور اللي كانت موجودة عندك على الموبايل والموبايل بشكل تلقائي رفعها على حساب جوجل الخاص بيك. فانت لو كان عندك اكتر من حساب جوجل هتبدأ تدخلهم على الموبايل وتبدأ تشوف كل حساب عليه صور ايه، ولو عندك اكتر من حساب بتيجي فوق هنا كده على الشمال بتبدأ هنا تغير من ما بين الحسابات دي. ده كده شباب كانت الخطوة رقم واحد. وعشان ان انت تستعيد اي صورة من دي تضغط على الثلاث نقط دول كده جنب الصورة وبتعمل لها تنزيل، وبتبدأ ان انت تنزل معاك الصورة دي على الموبايل. لو دخلت كده هتلاقي ان الصور نزلت معاك في التنزيلات بالشكل ده كده. دي كده شباب كانت الخطوة رقم واحد. طب لو للأسف الطريقة دي ما نجحتش معايا وانا ما اخدتش قبل كده باك اب من الصور بتاعتي، بتبدأ هنا حضرتك تروح على مدير الملفات او ملفاتي اللي موجودة عندك في الموبايل، بعد كده بتروح على مكان التخزين الداخلي، بعد كده شباب بتضغط هنا على ايقونة بيكتشر، بتلاقي فتح لك هنا صفحة فيها فولدر او اتنين او تلاتة. هتروح كده على التلات نقط اللي فوق على الشمال، تدخل بعد كده على الضبط، بعد كده بتضغط هنا على اظهار ملفات النظام المخفية، بتفتحها بالشكل ده، بعد كده بترجع بتلاقي فولدر تاني شكله مش نشط كده اسمه سبمينيل، بتضغط عليه بتلاقي هنا برضو مجموعة صور كانت محذوفة من عندك على الموبايل موجودة في المكان ده. طيب لو الطريقتين دول ما نفعوش معاك للأسف، بنبدأ هنا ان احنا نلجأ لبعض البرامج، وفي الفيديو ده انا جبت لك افضل البرامج المجانية اللي موجودة على متجر جوجل بلاي واللي فعلا بتستعيد البيانات، وده عشان اوفر عليك ان انت تتفرج على 50 فيديو وتجرب برنامج واثنين وثلاثة واربعة وعشرة لحد ما برنامج يظبط معاك. انا جايب لك النهاردة افضل البرامج المجانية اللي هتقدر تساعدك في حل المشكلة دي. اول برنامج معانا وهو برنامج ديسك داجر، وده برنامج مجاني تماما، ولكن طبعا البرامج المجانية كلها العيب الوحيد اللي فيها هو الاعلانات الكتير اللي بتظهر لك. بتروح تفتح البرنامج بالشكل ده، وبعد كده بتقول له بدء مسح الصور الاساسي، بتنتظر شوية وقت، وبعد شباب ما البرنامج خلص بحث عن الصور والمفقودة قالك دلوقتي ان هو وصل ل 1248. طبعا وعشان تستعيد الصور دي بتبدأ ان حضرتك كده تحدد جميع الصور اللي حضرتك عايزها، وبعد كده بتضغط هنا على ايقونة استعادة وبتختار الموقع اللي انت حابب تخزن فيه الصور دي، وبعد كده بتنزل عندك على الموبايل بشكل ازاي ترجع اي جد. البرنامج رقم اتنين اللي معانا وهو برنامج اي زد ريكفري. برنامج اي زد ريكفري من البرامج الكويسه جدا، ولكن برضو يعيبها الاعلانات الكتير، وللاسف الاعلانات دي بتكون يعني بلس 18 او للبالغين. تمام، هنتخطى كده الاعلان. البرنامج هنا مش بيتيح لك ان انت تستعيد الصور بس زي برنامج ديسك داجر، ولكن بيتيح لك استرجاع صور وفيديوهات وملفات اخرى، ولكن في الملفات الاخرى انا بشوفه ضعيف جدا، ولكن في الفيديو والصور كويس جدا. فانا لو ضغطت كده مثلا على استعادة الفيديو هيبدأ هنا برضو يعمل اسكان وياخد شوية وقت، وهنشوف ازاي هنقدر نستعيدها. وبكده شباب قال لي تم العثور على 59 فيديو، وهنا شباب هتقول له تضغط كده على الجميع، وهتبدأ ان انت تحدد جميع الفيديوهات اللي موجودة في الصفحة دي او اللي محذوفة من عندك، وتبدأ ان انت تستعيدها تاني على الموبايل. تضغط كده على الجميع، بعد كده بتختار استعادة. والبرنامج رقم 3 اللي معانا النهاردة يا شباب وهو برنامج استرداد الملفات، بس خد بالك من حاجة مهمة جدا. انا هسيب لك رابط تحميل طبعا البرامج دي كلها تحت في صندوق الوصف، انه انت بتحمل البرنامج ده عشان فيه برامج كتير بنفس الاسم، تاخد بالك من الصورة المصغرة دي يكون بيحمل نفس الصورة ده. والبرنامج ده برضو من البرامج القوية جدا بصراحة اللي انا جربتها، لان هو بيقدر ان هو يستعد لك صور ويستعد لك رسائل واتساب وفيديو وملفات الصوت والمستند وجهات الاتصال، وبصراحة ده من افضل البرامج حرفيا اللي انا جربتها، وبرضو شغال بطريقة مجانية. فانا مثلا لو حبيت ان انا استعيد مثلا ملف صوت فبضغط عليه كده وابدأ يقول لي جالي التجهيز، طبعا الكلام ده متفق على الصور والفيديو والصوت والملفات وكل حاجة.
وزي ما انتم شايفين يا شباب قدر ان هو يستعيد 5273 ملف صوت محذوف من على الموبايل. والميزه كمان الخطيره هنا اللي انا لقيت ان هو بيقدر يستعيد ريكوردات الواتساب المحذوفه، ودي طبعا ميزه اضافيه جميله جدا في البرنامج، بالاضافه طبعا للصور والفيديو. زي ما انتم شايفين يا شباب قدر يستعد لي 98 فيديو تم حذفهم من على الجهاز، يعني اكتر من البرنامج اللي فات. وده كده يا شباب كان من اقوى البرامج المجانيه اللي انا شفتها في استعاده الملفات. تضغط كده على اختيار الكل، بعد كده بتقول له استرداد وبيبدا هو يعمل لك عمليه استرداد. وبكده يا شباب اكون عرضت لك الطريقتين اللي من على الموبايل واقوى ثلاث برامج مجانيه موجوده على مستوى العالم في استرداد الصور والملفات والفيديوهات المحذوفه. طيب لو انت الموبايل بتاعك للاسف كل ده كده ما اشتغلش عليه، يبقى انت كده للاسف هتبدا تروح للبرامج المدفوعه. ولكن ناس كتير هنا بيبدا يكون عندها مشكله في البرامج المدفوعه، ان هم بعد ما بيشتروا البرنامج بيلاقوا ان البرنامج برضه ما قدرش يستعيد الملفات المحذوفه. وعشان كده انا النهارده جبت لكم اكتر من برنامج مدفوع فيهم ميزه مهمه جدا، والميزه عباره عن ان البرنامج بيقدر الاول يعمل لك اسكان على كل الملفات المحذوفه، ولو لقيت بالفعل الحاجات اللي انت بتدور عليها سواء كانت صور او فيديوهات او ملفات او صوتيات المحذوفه بالفعل واللي انت محتاجها، بتقدر بعد ما بتلاقيها عشان تعمل لها عمليه استرداد بتشتري النسخه المدفوعه من البرنامج. يعني باختصار مش هتدفع فلوس غير لما تلاقي حاجتك، ولو ما لقيتش حاجتك انت مش مضطر ان انت هتدفع فلوس نهائيا. البرامج دي زي ايه؟ عندنا اربع برامج بالشكل ده مدفوعين، ولكن كل برنامج فيهم بيمتاز عن التاني بشوية مميزات. عندنا اول برنامج وهو فوتو ريكفري. البرنامج ده من اقوى البرامج حرفيا اللي انا اتعاملت معاها في استعاده البيانات، وطبعا زي ما قلت لكم البرامج دي هتكون برامج مدفوعه بفلوس. البرنامج طبعا بيوفرني ان هو يبحث لي عن الصور المحذوفه او الفيديوهات المحذوفه او المستندات المحذوفه او بيانات واتساب المحذوفه. فانا مثلا لو دخلت هنا على مسح عميق كده للصور، فهنا هيبدا ان هو يبحث عن جميع الصور اللي اتحذفت من على الجهاز، وهنا بعد ما لقى لي الصور المحذوفه بقدر هنا اقول له استعاده، ف بيطلب مني ان انا ابدا. فبتبدا حضرتك في الوقت ده تتصفح كده الصور دي وتشوف هل فعلا الصور اللي انت محتاجها موجوده ولا لا. فلو لقيتها بتقدر ان انت تعمل اختيار الكل وتضغط كده على استعاده، وهنا بيطلب منك ان انت تشتري البرنامج. البرنامج سعره بيكون حوالي 250 جنيه. طيب لو ما تلاقيتش الصور اللي انت محتاجها بتقدر ان انت خلاص تخرج كده من البرنامج بسهوله جدا، وبتبدا ان انت تدخل على البرنامج اللي بعده وهو برنامج استعاده البيانات. هو برنامج استعادة البيانات وبرنامج ريستور برنامجين كويسين جدا، وطريقة شغلهم واحدة نفس الطريقة، بتدخل وبعد كده بتعمل بحث عن الصور او الفيديوهات او المستندات الممسوحه من عندك، وبتبدا بعد كده ان انت تستعيدهم. البرنامجين دول كويسين جدا جدا جدا، ولكن يعيبهم شيء واحد فقط، غير ان هم برامج مدفوعه، ولكن وهو بيعمل لك بحث عن الصور او الفيديوهات المحذوفه من عندك، فلو كان عندك صور موجوده بالفعل على الجهاز فهو بيبدا يطلع لك الصور دي زائد الصور دي، مش بيجيب لك المحذوف بس. وده كان عيب البرنامج استعاده البيانات وريستور. ويفضل عندنا برنامج واحد وهو برنامج دكتور فون. ومن الاخر كده ده اكتر برنامج انا بصراحة بفضله او برشحه لحد، او انا شخصيا بستخدمه لما بيجي لي موبايل عايزين نستعيد البيانات اللي عليه، وده لان هو يعتبر من اقوى البرامج ان ما كانش اقواهم بالفعل. الحاجة رقم اتنين ان هو يعتبر ارخص برنامج مدفوع فيهم، وتمن الاشتراك بتاعه بيكون 180 جنيه. طيب اقدر ان انا استخدمه ازاي؟ اقدر ان انا اروح دلوقتي على الصور او مقاطع الفيديو او الصوتيات او الملفات. فانا مثلا كده هضغط هنا على الصور المحذوفة، وبيبدأ هنا هو يعمل لي مسح عن جميع الصور اللي تم حذفها بالفعل من على الموبايل. وبالشكل ده يا شباب هو خلص، وبيبدأ ان هو يقسم لي الصور دي بالتواريخ اللي عندي. ولو دخلت على مقاطع الفيديو بيبدا يجيب لك مقاطع الفيديو، المقاطع الصوتيه كذلك، الملفات كذلك، وبتبدا ان انت كده تبدا تتصفح وتشوف هل فعلا الصور دي
اللي اتحذفت من عندك او لا. وانا باكد لك بنسبة 100% ان انت هتلاقي ان شاء الله الصور اللي اتحذفت عندك موجودة جوه البرنامج ده. فبتبدأ ان انت كده تعمل تحديد الكل، وبتبدأ تقول له الاسترداد، وبتبدأ هنا ان انت حضرتك تشتري البرنامج. بالاضافة كمان ان البرنامج ده موجود منه نسخة بتشتغل على الكمبيوتر او البي سي، ودي برضو بتكون شغالة بشكل قوي جدا وممتاز. وده كده يا شباب كان فيديو شرح النهاردة، اتمنى يا رب يكون الفيديو اعجبكم. وهقول لك برضو كلمتين في اخر الفيديو، لو الطرق دي كلها ما نجحتش معاك، لا البرامج المجانية ولا البرامج المدفوعة، فصدقني هيكون من الصعب او من المستحيل ان انت تستعيد البيانات دي تاني، لان في بعض الموبايلات اللي هي باندرويد 13 و14 الموضوع معاها بعد الحذف بيكون صعب شوية، وده بسبب سياسات من شركة جوجل. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. لو عندك اي سؤال سيبهولي تحت في الكومنتات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.